حمام مغربي للعروس قبل العرس، شاهدوا المزيد من التفاصيل. أطلت العروس سارة الورع بأول استوريتها وهي كامرأة متزوجة حسب كلامها، وصرحت العروس سارة إنه هي اليوم رايحة لتعمل حمام مغربي. وكشفت أخت العريس لما مروان إن اليوم راح تكون في حفلة بعد الحمام. أترككم مع استوريات العروس، رأيكم بخصوص هذا الخبر. هاي يا جماعة، اليوم أول يوم إلي كامرأة متزوجة. المهم اليوم رايحين عنا حمام مغربي، حمام العروس. بس قبل كل شيء، الله الله الله، وشوفوا لي الاوتفيت تبعي، مع انا وماماتي مطقمين. ويا جماعه في قصه لهي بتجنن. هي يا جماعه مناشف ستي وقت كانت عروس، صح؟ سو كيوت. فاجيكم اياها بعدين بس نوصل. المهم كتير متاخرين، لازم نحرك. سو ليتس جو. اليوم مرت عمو حاجزت لنا حمام مغربي لإلي ولأهلي وإلهم كمان ورفقاتي وكلها طرحين مشان حمام العريس. محمد